بالنسبة لصلاة الآيات غدا للكسوف، احنا نشرنا في مجموعة الأنوار، بس حبيت أذكر أنه غدا الساعة، والكسوف يبدأ 9:30 ظهر عالميا، لكن في لندن 9:45 يبدأ، ودروته تكون 9:30. فصلاة الآيات صلاة واجبة، واجبة على كل مكلف، يجب أن يصلي صلاة الآيات. الوقت المناسب هو 9:30 لأن ذروة الكسوف. وصلاة الآيات هي عبارة عن ركعتين، في كل ركعة 5 ركوعات، يعني ركوع يقرأ ويركع ثم يرجع يقرأ ويركع مرة ثانية ويرجع يقرأ ويركع مرة ثانية، يكمل 5 ركوعات، بعد الخامس يروح سجدتين وبعدين ينهض للركعة الثانية، نفس القضية 5 ركوعات وتشهد وتسليم، في كل ركوع يقرأ الفاتحة وصورة قصيرة. هذا الطريقة المطولة. أما الطريقة المختصرة يمكن أن يبدأ بالركوع الأول بسورة الفاتحة والبسملة وبعض الآيات، ثم يقسم الصورة على بقية ركوعات بدون حاجة إلى تكرار الفاتحة، إلى الركوع الخامس يكمل الصورة ويسجد ثم ينهض للركعة الثانية، نفس الطريقة. صلاة الآيات صلاة واجبة إخوان، لا يجوز تركها، اللي يتعمد يتركها يأثم، ولا تؤخر، يكره تأخيرها إلى نهاية الإنجيلاء، يعني بعد ما ينتهي الكسوف لا بد أن يصليها أثناء الكسوف. إن شاء الله هذه لكم تنبيه للمؤمنين جميعا.